وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشاهدون هذا النحل هنا متجمع ومشكلا شكل عنقود على لوحة الطيران إخواني الكرام كما تشاهدون. فهناك بعض الناس يظنون بأن هذه الظاهرة ظاهرة تطريد، ووضعت لكم فيديو من قبل عن هذا وسأضعه لكم في الوصف أسفل الفيديو إن أردتم مشاهدته. وهناك من قال بأن النحل يتجمع على لوحة الطيران بهذه الطريقة، وهو أنه هناك طرد، يعني هذا طرد يريد الخروج. مع العلم إخواني الكرام قلت لكم هذا بأن النحل عندما يخرج إلى خارج الخلية ومشكلا شكل عنقود بهذه الطريقة فيعني درجة الحرارة مرتفعة داخل الخلية، والخلية فيها نحل كثير وكذلك درجة الحرارة مرتفعة داخل الخلية، فلذلك يخرج النحل إلى لوحة الطيران ويشكل شكل عنقود كما تشاهدون، وذلك لإصدار تيار هوائي وإخراج الهواء الداخل من داخل الخلية وإدخال الهواء البارد، يعني إخراج الهواء الساخن من داخل الخلية وإدخال الهواء البارد. فلذلك تجدون النحل يتجمع على لوحة الطيران كما تشاهدون بهذه الطريقة، وليس هو طرد إخواني الكرام، ليس طرد كما تشاهدون، هذا ليس طرد، قلت لكم بأن هذا ليس طرد إخواني، بل النحل يخرج من هنا ويتجمع بهذه الطريقة ويشكل شكل عنقود، وذلك لأن درجة الحرارة داخل الخلية مرتفعة. هناك من يقول لي لماذا لا توسع في باب الخلية، فباب الخلية ضيق فلذلك النحل يخرج إلى هنا. لا إخواني الكرام، فهذه الخلية ضعيفة، يعني طرد جديد لهذا العام، قلت لكم من قبل بأن هذه الخلية طرد ضعيف وليس فيها نحل كثيف، وكذلك النحل يخرج إلى هنا.